عمي هاي دخلنا على المقبرة هلا. هاي المقبرة. بس أنا بعتذر منك والله، كان اليوم عندي وفاة، وهالشاب اللي مات كمان رفيقي، قلت لك الوقت في البناية هذا اللي أخرني عنك. هاي أنا رايح هلا عند قبر أهلك. أنا رايح عند قبر أهلك عمي فايز. ليك وعلى الحيط هذا الحديد. هذا هو الحديد. ليك وقبر أهلك. ليك هون. شفتوا؟ هذا هو. انتبه عليه. هاي الحديد حول منه. هاي الحديد حول منه. الساتو بعده جديد كمان. وهي الأسامي معلم. الله يرحمه. فرجي يمينك لمدامتك كمان. هذا هو القبر. بس بده شوية دهن الحديد، رح ندهن لك ويظبطه أنا. بس هذا هو على حبته هسه يعني. هاي ثاني مرة الصورة تاعت الأسامي. تكرم عمي فايز، أنا بعتذر منك تأخرت عليك، بس إجباري عني والله. بس بدنا نجيب شوية بويا ندهنوا ندهنوا القبر، ندهنوا الحديد شوي. ولا هو إساته كثير كثير حلو. هاي صورة كان مام البيت. تكرم عينك وماشي الحال. الله يخلي لنا، الله يرحمه.